في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن الهيئة قامت باستحداث سجل تجاري للطاقة المتجددة. نعم، ميرزا أشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات التي تعنى بالطاقة النظيفة، منها إعداد استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية. من ضمن الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها هيئة الطاقة المستدامة هي استحداث شهادة الطاقة المتجددة، وتم تخويل هيئة الطاقة المستدامة من قبل مجلس الوزراء الموقر لإصدار شهادات الطاقة المتجددة إلى الشركات التي تنتج الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، ويمكنهم بيع هذه الشهادات على الشركات التي تريد أن تستخدم الطاقة النظيفة ولكن ليس بإمكانها من نفسها أن تقوم بإنتاج ذلك، إما بسبب عدم توفر الأراضي أو عدم التخصص. كذلك تعمل هيئة الطاقة المستدامة على إعداد استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية، فبعد أن قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد مواصفات المركبات الكهربائية تم الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة الطاقة المستدامة أن هيئة الطاقة المستدامة سوف تقوم بإعداد استراتيجية متكاملة للمركبات الكهربائية تتضمن أين سيكون محطات تشحين المركبات الكهربائية، ومن سيرخص لها، وما هي التعرفة لذلك، وكذلك جدول لنسب السيارات الكهربائية من نسب جميع السيارات في البحرين بحلول الأعوام القادمة.